بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم الأغر، في اليوم الأول من شهر رمضان المعظم، تحياه الأمة وتعيشه الأمة لحظة بلحظة وساعة بساعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المؤمنون. في هذا اليوم المبارك وفي أول يوم من رمضان وضعوا برنامجا يتبعونه خطوة خطوة، وقد وضعوا أهدافا يسعون لتحقيقها. في شهر رمضان المعظم ما يمكنش باش نلقاو اليوم ساعة من النهار أو ساعة من الليل ينجم المؤمن أن يضيعها وتمشي عليه هذه الساعة دون أن يستغلها، دون أن يستفيد منها، دون أن يستثمرها لصالح يوم الآخرة، يوم القيامة، يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. في هذا اليوم يفرح المؤمنون بتوفيق الله عز وجل لهم، أن وفقهم سبحانه وتعالى للعمل الصالح في هذا اليوم من أيام رمضان، بل وقد وفقهم الحق سبحانه وتعالى لبلوغ شهر رمضان. أولم يكن السلف الصالح يدعون ربهم سبحانه وتعالى 6 أشهر وهم يسألون ربهم جل جلاله أن يبلغهم شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. وها نحن أولئي نعيش اليوم الأول من شهر رمضان، وقد دعونا ربنا سبحانه وتعالى طامعين في فضله وفي رحماته جل جلاله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وقد بلغنا هذا الشهر الكريم. فليستطيع المؤمن أن يظهر حقيقة وصدق طلبه من المولى سبحانه وتعالى أن يبلغه شهر رمضان. لقد بلغ شهر رمضان، فما هي أهدافك أنت يا أيها المؤمن؟ حطيت أهداف أمامك تسعى لتحقيقها منذ اليوم الأول. إيانا جميعا أن نسوف ونقولوا هاو اليوم الأول ما يسالش، ما ناش متعودين عليه، وخلينا اليوم الأول في رمضان كأنه ما يسالش، لأنه إنسان تعبان وإنسان مش متعود على العطش وعلى هذه الحرارة، وبالتالي يضيع اليوم الأول من رمضان. نخشى أن نضيع يوم غد من رمضان، ولا يزال المؤمن أو الصائم يسوف أعماله ويسوف ما يمكن أن يقدمه قربانا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لعله يرتقي بها في الدرجات العلى في جنات النعيم. يا أيها الإخوة والأحبة، نحن مع هذا اليوم المبارك إذا كان المؤمن ما حطش أمامه خريطة يتبع هذه الخريطة خطوة خطوة ومرحلة مرحلة، وضع أمامه أهدافه، ماذا يريد من رمضان؟ نحن نرفع شعارنا واضحا جليا، نريد إرضاء الرحمن، هذا هدف، نريد دخول الجنان، هذا هدف، نريد إسقاط الشيطان، هذا هدف، هذه أهداف. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذا الشهر الكريم؟ يريد منا سبحانه وتعالى، وقد فرض علينا شهر الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، فرضه الحق عز وجل كي نتقي، حتى نتقي مولانا، نتعلم كيف نتقي مولانا سبحانه وتعالى، كيف نتقي غضبه، كيف نبتعد عما يغضب المولى عز وجل، عما يسخط علينا مولانا سبحانه وتعالى، كيف بهذا الشهر الكريم يتقي الإنسان شر المعاصي، شر اتباعه للشيطان، شر اتباعه للهوى، شر اتباعه لشهواته ونزواته. شهر رمضان هذه الدورة العظيمة التي تستفيد منها الأمة جعله المولى سبحانه وتعالى شهر النصر، شهر النصر على العدو، أي عدو النفس التي بين جنبيك، ألد أعداء الإنسان، لأنها تأخذ هذا الإنسان وتحمل هذا الإنسان على اتباع شهواته. وإذا ما اتبع الإنسان شهواته وغرق في هذه الشهوات غفل عن مولاه ووقع في المعصية وانطلقت منه المعاصي، وإذا بهذا القلب
تغشاه ظلمات بعضها فوق بعض حتى لا يكاد الإنسان يرى طريقا يرضي به مولاه سبحانه وتعالى. لذلكم يا أيها الإخوة والأحبة، كانت نصيحتي لنفسي ونصيحتي لكل أخ، لكل مؤمن، لكل صائم، أن يعمل جاهدا على أن يضع أمامه أهدافا يرسمها أمامه، وأن يسعى لتحقيقها، وأن يجتهد لتحقيقها دون أن يضيع الساعة والساعتين. ولذلك أنا ارتأيت أن أتحدث عن حكما بليغة اعتصرها العلماء والصالحون، اعتصروها من القرآن الكريم، واعتصروها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وهو علم من الأعلام، علم من أعلام هذه الأمة، يقول في إحدى حكمه: اجتهادك فيما ضمن لك، أي ضمن الله عز وجل لك، أو فيما ضمن لك على حد سواء، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذه حكمة، هذه حكمة رائعة، وهذه الحكمة حكمة عظيمة جليلة يقع فيها كل واحد فينا. وها نحن أولئي في شهر رمضان وفي أول يوم من رمضان، نجتهد فيما ضمنه الله عز وجل لنا، ونقصر فيما طلبه الله سبحانه وتعالى منا. الحاجة اللي ضمنها لنا ربي، والحاجة اللي تكفل بها هو سبحانه وتعالى. ترى الإنسان يبذل الوقت والجهد والتفكير والهمة والعزيمة من أجل أن يحققها. طيب هي مضمونة، هي موجودة من تحصيل الحاصل، بينما ما طلبه الله عز وجل من هذا الإنسان يضيعه، يسوفه، يرجئه. مشتوى بعد، خلي بعد نهجع شوية، أذن العصر أو مزاد الدنيا سخونة تو نصليه من بعد. فرض منك الآن أن تذكر ربك سبحانه وتعالى، أن تستغفر مولاك، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أعمال طلبها الله عز وجل منا، غير أن الإنسان يرجئ مثل هذه الأعمال ويسوف كل هذه الأعمال. إذن اجتهادك فيما ضمن لك أنت يا أيها الإنسان، تجتهد في حاجة مضمونة وموجودة ومن تحصيل الحاصل، وتقصيرك في الشيء اللي مطلوب منك وطلب منك ربي سبحانه وتعالى في الليل أو في النهار، هذا دليل على إيش؟ دليل على أنه الإنسان مش عارف في أي طريق يمشي، دليل على أنه الإنسان ما عادش يرى الحقيقة أمامه، دليل على أنه الإنسان لم يعد يفرق بين النور وبين الظلام، بين الصراط المستقيم وبين الصراط المعوج. ما عادش يفرز الإنسان بين ما هو مطلوب منه وما هو مضمون ليه هذا الإنسان. ولذلك قال ابن عطاء الله: هذا دليل على أن هذا القلب ما عادش يرى، هذا القلب انطمس، ما عادش نجم يرى الحقيقة على ما هي عليه. ولذلك الاجتهاد، ما معنى الاجتهاد؟ الإنسان يقول هاو يجتهد في شهر رمضان، ونحن في أول رمضان، الناس فرحانة بشهر رمضان، والناس السنة في شهر رمضان، وكل إنسان يعد ويمني أنه باش يجتهد في شهر رمضان. ما معنى الاجتهاد في شهر رمضان المعظم؟ أن يصرف الإنسان كل جهده وكل طاقته من أجل أن يحقق شيئا مأمولا وشيئا وضعه هدفا أمامه. هذا هو الاجتهاد. والتقصير أن الإنسان يضيع ويفوت على نفسه الفرص مرة ومرتين، حتى لين الإنسان تضيع أمامه كل الفرص، ويلقى الإنسان نفسه كأنه أمام سراب بقيعة ليس به شيء ولا يجد فيه أي شيء. ولذلك اجتهادك أنت ومثابرتك أنت وصرف كل طاقتك أنت ووضع كل طاقتك وكل ذهنك وكل فكرك في الشيء الذي ضمنه الله عز وجل لك، الرزق. الرزق ما فماش إنسان يموت في الحياة الدنيا حتى ليس هناك نفس تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما فماش إنسان يموت ويخرج من الدنيا وخلى فيها شربة ماء أو ربما لقمة متاع طعام. ما فماش إنسان خرج من الدنيا وفما كلمة يزمو يقولها وما قالهاش، أو فما فعل باش يفعله وما فعلوش، أو فما نظرة باش ينظرها وما انظرهاش. ما فماش إنسان في الحياة الدنيا إلا وقد استوفى الأجل متاعه بجزء،
بالجزء التي لا تتجزأ من اللحظة الواحدة يستوفيها الإنسان، ما فماش يزيد عليها جزء من اللحظة أو ينقص عليها جزء من اللحظة. وما فماش إنسان أيضا في الحياة الدنيا حاجة مكتوبت له شوف أنت الإنسان، خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من عقيدتنا وجزء من إيماننا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول لنا أن الواحد فينا لما يبلغ 40 يوما في بطن أمه، في أحشاء أمه، في الرحم 40 يوم، يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، من بين هذه الكلمات الأجل متاعك وقتاش، ومن بين هذه الكلمات الرزق متاعك، الرزق متاعك راهو مكتوب وموجود، وما على الإنسان إلا أن يتخذ الأسباب فقط، يتخذ الأسباب المشروعة، موش يعطي كل طاقته كل ذهنه ويصرف كل ما عنده من إمكانيات من أجل أن يحقق المطالب متاعه الحياتية دون ما ينصرف أيضا إلى ما يطلبه الله عز وجل منه، مفما صلاة وفما ذكر وفما قرآن وفما استغفار وفما دعاء وفما صلة رحم وفما تعاون مع الآخرين وفما إتقان في العمل، هذه أشياء كلها طلبها منا ربي سبحانه وتعالى. مش الإنسان فقط ينصرف من أجل الطعام والشراب، مش الإنسان ينصرف ويقول لك حتى العمل هو عبادة وطاعة، ولكن لو قلنا له العمل بدون أجر لما انصرف إليه، قلت نخدم بدون فلوس، ها هو ذهب إلى العمل من أجل أنه يبحث عن المال، المال من أجل شهواته، من أجل أغراضه، من أجل تحقيق أهدافه هو الذاتية والخاصة به. ولذلك الإنسان لما يجتهد ويصرف كل طاقته من أجل أن يحقق ما ضمنه الله عز وجل له، يعني شوف أنت التاجر، التاجر كل يوم ربي سبحانه وتعالى أعطاه إيش باش يبيع وإيش باش يدخل من أموال. كل واحد فينا اليوم ربي سبحانه وتعالى أعطانا، مش اليوم، في كل الأوقات منذ أن خلقنا الله سبحانه وتعالى على وجه هذه البسيطة، إلا وكل واحد فينا عنده في اليوم قديش بش يشرب ماء، قديش بش ياكل من الطعام، إيش بش يلبس هذا الإنسان، قديش من خطوة بش يخطوها هذا الإنسان، قديش من كلمة بش يقولها هذا الإنسان، قديش من حركة بش يتحركها هذا الإنسان، كلها في هذا الكون محسوبة، كلها في هذا الكون ضمن دقة متناهية بنى عليها ربي سبحانه وتعالى هذا الكون وانبنات هذا الإنسان اللي هو تاج كبير عظيم على هذا الكون وعلى هذا المحيط. كل شيء محسوب عند هذا الإنسان، شنو بش يركب وين بش ينزل ومع شكون بش يقابل وشنو بش يقول وشنو بش ياخذ وشنو بش يعطي وشنو بش يتكلم وشنو بش ينظر. ولذلك الإنسان العاقل الحصيف الذي يفكر في آخرته، الذي يفكر في عبوديته، اللي يحب يجسد هذه العبودية، يسطرها هذه العبودية على الأيام اللي ربي سبحانه وتعالى بش يحييه فيها على هذه الأرض، يسطر هذه العبودية وهو في معاملاته مع المحيط، مع الأرض، مع النبات، مع الجماد، مع الإنسان، مع الحيوان، مع كل أي شيء، يسطر معنى العبودية اللي خلقها من أجل ربي سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن اجتهاد هذا الإنسان فيما ضمن له، يجتهد ويعطي كل أوقاته ليل مع نهار، واللي يجي يلومه على أنه قصر في حق عائلته، هني قاعد نخدم على روحي، واللي يجي يلومه أنه مقصر في عبادته وطاعته يقول لك والله قاعد نخدم على روحي، وهذه تجارة وهذا موسم وهلو مجرة. ولذلك الإنسان يجتهد في الشيء الذي ضمن له، يعني الإنسان إذا أعطاه أكثر من طاقته، أكثر من 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 جهده، هل يمكن أنه بشي يحقق أكثر مما قد كتبه الله عز وجل له؟ الله سبحانه وتعالى، وهذه من عقيدتنا وإيماننا أيها الإخوة الصائمون، في إيماننا أنه ما فماش، أنه ربي سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولا يمكن أن نتخيل أو أن نتصور أن ربي سبحانه وتعالى يقع في ملكه شيء لا يعلمه ولا يعرفه ولا يعلم متى يحدث وكيف يحدث وممن يحدث ولمن سيحدث وفي أي ساعة بش يتم هذا الأمر وفي أي مكان وفي أي بقعة من الكون بش يحدث. هذا كونه،
هذا عالمه سبحانه وتعالى، هذا الكون كونه، هو الذي كونه، هو الذي خلقه، هو الذي أوجده. ما نتصوروش أنه فما شيء في الكون يحدث دون علمه سبحانه وتعالى. وعلم ربي سبحانه وتعالى الأزلي قبل ما يخلق هذا الكون، قبل ما يخلقك أنت يا أيها الإنسان، بل قبل أن يخلق الأكوان كلها، ربي عز وجل يعلم ما سيقوله الإنسان، وما سيأكله، وما سيفعله، وما سيسطره، وإلى أين سيذهب، ومن أي مكان سيأتي. كل شيء مستور عند ربي سبحانه وتعالى، ويعلمه المولى عز وجل. إذن كل ما باش تحصله أنت يا أيها الإنسان فهك النهار كله مكتوب، كله مكتوب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لو اجتمعت الأمة، أمة عالم الإنس وعالم الجن، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كبير باش يعمق فينا هذا الإيمان وهذا الشعور وهذا الإحساس وهذا التصديق. يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لنا عليه الصلاة والسلام، جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عادش فما شيء باش ينزاد ولا شيء باش ينقص ويتفسخ. يا أيها الإنسان كل حاجة مكتوبت لك، وكل حاجة رهي مسطرة سواء ليك أو عليك. ثم منفعة باش توصلك، توصلك خدمت برشا أو خدمت شوية، هك المنفعة باش توصلك في هك اليوم. ما على الإنسان إلا أن يتخذ الأسباب المشروعة، وديما أكدوا عليها الأسباب المشروعة. كل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه القاعدة متاعنا اللي حطها لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، أنه الإنسان يتخذ الأسباب، الأسباب المشروعة. ولذلك نحن نرى كثيرا من الناس الذين يعملون ويحترفون الحرف أو في الفلاحة أو في الصناعة أو في التجارة أو ما شابه ذلك، نرى كثيرا من الناس يصرفون من الجهد حتى لين يمرض الإنسان، يولي عنده السكر، يولي عنده الضغط، يولي عنده القلب. هل الإنسان يعمل من أجل أن يعيش؟ أم أنه يعمل من أجل أن يموت؟ برشا من الناس عقلاء يعملون من أجل أن يتمتعوا في حياتهم لا أن يشقوا في حياتهم، فيعطيوا لكل حاجة نصيبها، يعطيوا فرصة للأسرة، يعطيوا فرصة للأولاد، يعطيوا فرصة لحظهم هما مع ربي سبحانه وتعالى، يعطيوا حظ نفسهم، يعطيوا لأنفسهم حظا من الصلاة، من الذكر، من الدعاء، من الصلاة في بيوت الله عز وجل. علش الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أناس، يخبرنا عن أناس سوف يظلهم الله عز وجل، وهم سبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. من بيناتهم رجل تعلق قلبه بالمسجد، يخرج من المسجد يتلقى عنده الشوق متى يعود إلى بيت الله. في بيت الله يشعر بالطمأنينة، في بيت الله يشعر أنه ضيف على رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه مجاور لبيت الله جل جلاله. يدخل إلى بيت الله فيشعر بالأنس، يشعر بالاستئناس ببيت الله سبحانه وتعالى، قلبه معلق بهذا البيت، إنه بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، فما ناس تتمعقل الحياة وتتعامل مع الحياة بعدل بإنصاف، ما يعطيش هذا أكثر من ذاك، إنما يعدل، يحاول أنه يقارب ويسدد من أجل أنه يجسد عبوديته لله سبحانه وتعالى، يعمل بالقدر المطلوب منه، بالقدر اللي يوفي فيه حق الناس في العمل بإتقان، يوفي ساعاته، مش يجي اليوم المطلوب منا احنا في العمل، وهذا المطلوب وتقصيرك فيما طلب منك، المطلوب منا في العمل متاعنا ولو كنا في شهر رمضان، ان نؤديه الساعات متاعنا المطلوبة منا، ونؤديه الوظيفة المطلوبة منا، ونؤديه العمل متاعنا وبإتقان المطلوب منا، نؤديه حضورنا احنا في العمل في البداية وفي النهاية. ما نسجلوش على رمضان ويبدأ الإنسان يوخر عن العمل متاعه، ويبدأ الإنسان يقصر في العمل، قال شنو، قال صايم وعطشان وجوعان وناقص نوم، ويبدأ الإنسان يقصر فيما طلب منه، بينما في أشياء أخرى تلقاه يسعى، يمشي للأسواق يعدي فيها ساعتين ثلاثة أربع ساعات، وهو من سوق إلى سوق،
ويمشي من مكان إلى مكان، وكان لازم يتلاقى مع أصحابه ولو كان في هالحر الموجود، وتلقاه الإنسان يجتهد في شيء مضمون لي هذا الإنسان، ولكن يضيع الشيء المطلوب منه، عبادته في أوقاتها، الصدق، الصدق لما يتكلم مع الناس، الإخلاص في العمل متاعه. لما الإنسان مطلوب منه أن يزور الوالدين يمشي يتفقد والديه، مطلوب منه أن يجلس إلى الأسرة متاعه باش يحكي معها ويتخاطب معهم، أولاده بحاجة إلى أنه يتخاطبوا مع بوهم، أولاده بحاجة إلى أنه يشكيوا لبوهم ما يختلجوا في خلدهم باش يحكيوا مع بوهم أو باش يحكيوا مع أمهم. مش والله مانيش لاهي، أنا راسي يوجع فيا، أنا توا دايخ، أنا توا عطشان اختاوني، أنا صايم اختاوني. هذا مطلوب منك أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعيتك في بيتك، ماهوش مجال تقول والله يا راسي وجع فيا. ساعات الإنسان في العمل بتاعه والوظيفة يتقبل يخدم، يجيه إنسان راسي يوجع عطشان تعبان يخدم على روحه، ولكن في البيت يقصر. فنحن عندما نعمل من أجل هذه المؤسسة الصغيرة ولكنها عظيمة وكبيرة، الأسرة، مش الإنسان يبذل كل طاقته البرة والمطلوب منه في البيت يضيعه. قال شنو؟ قال أنا نخدم على روحي ولا علي نعمله ونجيب لكم المال. الأسرة ليست بحاجة فقط إلى المال، أيضا بحاجة إلى الرعاية، بحاجة إلى الكلام، إلى التكلم معك، الأسرة بحاجة إلى التخاطب معك، الأسرة بحاجة إلى التفاعل معك، الأسرة بحاجة أن تشعر أنك موجود في البيت، الأسرة والأولاد والزوجة بحاجة أن يشعروا أن رب هذا البيت راهو موجود وراهو قابل أن يسمع وقابل أن يتناقش وقابل أن يتحاور. مش والله يخطوه راهو ذاك طبعا مشكل، لو كان تكلمه لو تطلبوه في حاجة أعطوه يقيمها بالصياح وبالعياط. هذا ليس من شيمنا وليس من شيم الصائمين. ونحن في أول رمضان نردوا بالنا ونعرفوا وين نحطوا سقينا وكيفاش باش نكملوا مسيرة رمضان وكيفاش باش نكملوا أيام رمضان ونحن نجتهد فيما طلب منا. ولا يقصر الإنسان أيضا فيما ضمن له، لا يقصر، مش معناته أن الإنسان لا يخدم والإنسان لا يعمل والإنسان لا يجد والإنسان لا يجتهد في كسب الرزق، لا، إنما يعمل بعدل، يعمل بإنصاف. مش الإنسان ينصرف إلى المال وإلى الطعام والشراب ويترك ما هو مطلوب منه بالمرة، يوازي الإنسان ويحاول أن يقارب ويسدد من أجل إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يتعاملون مع الأسباب، وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم ترباوا في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترباوا وهم تحت مشكات النبوة يتلقاوا التعاليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون، كانوا يعملون وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكسبون، كانوا يتاجرون، كانوا في الفلاحة، كانوا في التجارة، كانوا كل واحد عنده عمل يقوم به وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم بالوظيفة متاعه بعد ما يكمل يرجع إلى الصلاة، إلى رسول الله، إلى مسجد رسول الله كي يتعلم، كي يدخل عاد في دورة باش يربي نفسه، باش يحسن من سلوكه من أخلاقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحب يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع زوجاته كيف كان يتخاطب معهن، كيف كان يتخاطب معهن، كيف كان يحاورهن صلى الله عليه وسلم، كيف كانت إحداهن تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، سورة كاملة اسمها سورة المجادلة، كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون مع الرسول والرسول ينصت إليهم عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مع بناته، مع أولاده عليه الصلاة والسلام، كيف كان قمة في الحنان، قمة في الرحمة، قمة في العطاء، قمة في المشاعر عليه الصلاة والسلام. كل هذا لم يصرفه عن أداء الرسالة العصماء، لم يصرف كل هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بعث إلى العالمين قال أنا رسول إلى العالمين وأنا معي هؤلاء الوفود وأنا معي الصحابة وباش نكون الصحابة ونبعثهم إلى أصقاع الدنيا، أنا منيش لاهي بأسرتي وعائلتي أبدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هذا وذاك بطريقة محكمة حكيمة، كان يجمع بينهما بعدل وإنصاف، حتى كان صلى الله عليه وسلم أفضل الآباء على الإطلاق، وكان أفضل صلى الله عليه وسلم، كان أفضل الأجداد حتى لأحفاده عليه الصلاة والسلام، كان أفضل الأزواج مطلقا صلى الله عليه وسلم، كان يعطي
مش هذا نقولوه احنا بالكلام، لا، كان يعطي، لانه كان يعطي حق كل زوجة، كان يعطي حق كل بنت، كان يعطي حق كل ولد صلى الله عليه وسلم، كان يعطي حق العمه، كان يعطي حق الخالته وخاله، كان يعطي حق النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ما كانش صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة لان حاجة مهمة ويقصر في حاجة اخرى ايضا هي مطلوبة منه عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعتبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشبيه بسيط يقرب لنا المعنى فقط، كأنه البيت الزجاج، لا يخفى عنا أي شيء من حياة النبوة ولا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت كلها ظاهرة صلى الله عليه وسلم، حياته كلها كانت واضحة، كلها جلية للقاصي والداني، كيف كان مع زوجاته، كيف كان مع بناته، كيف كان مع أولاده، كيف كان مع أصحابه، كيف كان مع أعدائه، كيف كان مع المنافقين، كيف كان مع اليهود، كيف كان مع النصارى، كيف كان يبيع، كيف كان يشتري صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسافر، كيف كان في حالة إيثار، كيف إذا جاءه أحد يستدين منه صلى الله عليه وسلم، كيف إذا ارتهن النبي صلى الله عليه وسلم حاجته عند أحد من الناس ولو لم يكن مسلما، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في حياته بين وضع إلى وضع في مرحلة إلى مرحلة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. نحن اليوم بحاجة إلى أن نعود إلى هذا المحك، إلى هذا المعيار، إلى هذا الميزان، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه اليوم من هذا الاضطراب ومن هذه الهزات إلا عندما تركت طريق نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى باتت لا تدري ماذا تفعل وماذا تترك وماذا تأتي وماذا تذر. لم تعرف هذه الأمة بعد اليوم طريقها، ولم تتلمس بعد طريقها. الطريق واضح، اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط الأنبياء، صراط الرسل، صراط النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يتبعه هذا الإنسان، عندما يتبعه المؤمن، يشعر هذا الإنسان بسعادته في الحياة الدنيا أيضا في سعادته يوم القيامة، إنه يرضي خالقه ومولاه، مش طمعا في الجنة أو طمع أو خوفا من النار، إنما لإرضاء مولاه أولا، والآخر من بعد يجي من تحصيل الحاصل، إرضاء المولى عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك محبة الله عز وجل لك أنت يا أيها الإنسان. وبدون اتباعنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر رمضان، كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم رمضان؟ رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. شهر رمضان المعظم، شهر الإيثار، شهر رمضان شهر الصدقات، من أفطر ومن فطر صائما في شهر رمضان كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. قالوا يا رسول الله، أوليس كلنا ما يجد ما يفطر به الصائم؟ يعني بكلنا ما نلقاوش، مش كلنا اللي قادرين باش نفطروا الصائمين. قال إن الله تعالى يعطي هذا الأجر لمن فطر صائما على شق تمرة، تمرة يعطيك ربي عز وجل هذا الأجر والثواب. إن الله تعالى يعطي هذا الأجر لمن فطر صائما على شق تمرة أو على مذقة لبن، شربة ماء أو شربة حليب، إذا ما لقاش الإنسان الحليب يعطي الماء، هذا كله متوفر في بيوت الله، هذا متوفر للفقراء، متوفر لكل إنسان. ولذلكم يا أيها الإخوة والأحبة، نعمل على تحقيق أهدافنا في رمضان، نعمل خريطة في رمضان، ما نضيعوش حتى يوم، ما نضيعوش حتى ليلة من رمضان. ونسأل الله عز وجل بعد أن دعوناه عز وجل أن يبلغنا رمضان، أن يعيننا الآن فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، إنه عز وجل خير مسؤول. أيها الإخوة والأحبة، لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.